اصحاح 7 من عدد 1 بيقول ايه؟ لان ملك صادق هذا ملك سليم اللي هي اورشليم، يعني ملك سليم كان الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له ابراهيم 10 عشرة من كل شيء. المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم، اي ملك السلام بلا اب بلا ام بلا نسب بلا بدايه ايام له ولا نهايه حياه، بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كهنا الى الابد. ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء 10 ايضا من راس الغنائم. واما الذين هم من بني لاوي الذين ياخذون الكهنوت فلهم وصيه ان يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، اي اخواتهم مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاغره الاصغر يبارك من الاكبر. نعمه الله الاب تكون معكم ومعي يا اخوتي. طبعا انا اخترت الموضوع ده موضوع ملكي صادق او ملكي صادق لاسباب طبعا حضراتكم عارفينها، كتر ارجو خيركم على التهنئه بعيد الرساله كان من 3 أيام تقريبا يومين. متشكر قوي لكل التهنئه على الفيسبوك والاعلان بالتليفون والتكس كل حاجه، يعني ربنا يعوضكم كل خير. واذا كنت يعني اخذت اشياء ما استاهلهاش لكن يعني دي من محبتكم الكبيره. عشان كده كان قدامي النهارده موضوعين عايز اتكلم فيهم. رقم واحد كنت احب اتكلم مع حضراتكم ايه؟ الواجبات، واجبات الكاهن نحو شعبه. بس قلت دي هتمسكوه عليا في يوم من الايام وتسجلوه عليا، فقلت استنى على الموضوع ده شويه. بس انا احب ان انا اقول لكم الموضوع ده عشان تبقوا عارفين الوصايا اللي بتتقال لنا، ويعني ازاي المفروض الكاهن يبقى تحت رجلين الشعب بالوصايا وبكل حاجه، يعني بالحب وبالكهنوت وكل حاجه. لكن كمان قلت برضه في نفس الوقت اقول لكم ايه عظمه بقى الكهنوت، مش لشخص الكاهن شخصه هو، لكن للكهنوت نفسه كسر الكهنوت. فالكهنوت هنا القديس بولس الرسول وضحه في العبرانيين الاصحاح 7 لما اتكلم على موضوع ملكي صادق. ملكي صادق طبعا يمكن في ناس مش فاكره ايه مين هو ملكي صادق وايه الشخصيه بتاعت ملكي صادق دي. شوفوا ملكي صادق ده في رايين الناس بيتكلموا فيه عليه. اول راي بيقول ايه؟ بيقول ان هو احد ظهورات السيد المسيح قبل التجسد. السيد المسيح لما كل مجد كان في العهد القديم ظهر اكثر من مره، مره في شكل ملاك بس ملاك عظيم، كان ظهر في 3 ملائكه ملاكين وهو بس، هو كان واضح انه كان بيتكلم مع ابراهيم. ظهر مثلا من ضمن الظهورات في العهد القديم مع الثلاث فتية في اتون النار. ظهر في اكثر من مكان في العهد القديم كظهور السيد المسيح، ظهور اللي هيجي فيه المجيء الاول لما جه من العذراء. ففي ناس بتقول ان هذا الشخص اللي ظهر في سفر التكوين واتقابل مع ابراهيم، وانا هقرا لحضراتكم الجزء بتاع التكوين ده، بس قبل ما اقراه انتوا فاكرين يعني ايه ملك صادق لما قابل ابراهيم؟ ففي ناس بتقول ان ده كان ظهور او احد ظهورات سيد المسيح لكل مجد في العهد القديم. الراي الثاني وده الاصح وده الكنيسه الارثوذكسيه بتقول عليه، ان هو كان شخص عادي خالص لكن كان اختار الله علشان يرمز للسيد المسيح في كهنوت المسيح. يعني هو شخص عادي، انتوا عارفين العهد القديم ده كله قلت لحضرتك اكتر من مره، لما نيجي نقرا العهد القديم ما ينفعش نقراه كحكايات او تاريخ، لكن نقراه كايه؟ كرموز للمسيح. عشان كده مش كل حاجه حصلت مع الشعب بني اسرائيل او حصلت في تاريخ شعب بني اسرائيل اتكتبت في الكتاب المقدس، لكن ايه اللي اتكتب؟ اللي اتكتب هو اللي يوضح مين المسيح اللي جاي، المسيح اللي جاي عشان الشعب يعرف مين المسيح اللي جاي. فمن خلال نبوات واضحه، من خلال اشخاص، من خلال تاريخ او ارض، عرفنا المسيح ده هيجي يعمل ايه وشكله ايه وجاي امتى و مثلا نبوات مثلا العذراء تحبل وتلد ابنه مثلا، في نبوات كتير جدا. لكن انا بقول مثلا جوه يعني نبوات السهل. مثلا من الشخصيات يوسف رمز للمسيح، ها لما اتباع محافظ على طهارته، ولما اتباع من اخواته لما اليهود اخواته اللي هو اخوات المسيح لما اليهود، لما اتباع ب30 ها نفس الرقم، فده رمز للمسيح. يوسف اسحاق رمز المسيح في ايه؟ الذبح ورجع
ما اتذبحش، تمام؟ لكن كل الرموز دي حاجه مجرد بتشاور على المسيح كرمز، لكن رمز بهتان قوي ما اقدرش اسحق هو المسيح، ما اقدرش اقول ان هو. ها؟ ما فيش واحد زي المسيح. لكن هو رمز عشان نفهم المسيح هيجي يعني ايه. ولما يجي المسيح نعرفه. ملك صدق كان احد رموز السيد المسيح لكل ميت. في ايه؟ في كهنوته. وانا اخترت الموضوع ده عشان اوريكم ايه مدى عظمه كهنوت العهد الجديد. ايه مدى عظمه كهنوت العهد الجديد؟ طيب ليه احنا بنختار الراي الثاني ان هو شبه اللي هو يشبه المسيح في حته معينه او رمز المسيح؟ لان القديس بولس في عبرانيين اللي انا الجزء اللي قريته ده في 7:3 بيقول ايه؟ بيقول بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه، بل هو ها مشبه. مالش هو شبه، قال ايه؟ مشبه، مختلفه تماما. لما نبوخذ نصر شاف الثلاث فتية وشاف معاهم واحد غريب قال ايه؟ شبيه. عشان كده قلنا ده ايه؟ ابن الالف ده الاله، بل هو المسيح، شكل المسيح، هو المسيح، هي صورة المسيح لما ظهر في العهد القديم. لكن هنا مشبه يعني ايه؟ زي ما اقول مثلا ايه؟ مثلا يعني فلان شبه فلان. مشبه ليه؟ لما بشوف فلان بفتكره، بفتكر فلان، ليه؟ حركته. تقول لي في ايه؟ اقول لك مش في كل حاجه، بس في حركته مثلا. او في عينيه، او في شكل وشه. لكن مش هو. لكن لما اقول شبه، شبهه بالظبط، ان هو كوبي منه. فعشان كده احنا بنقول ان هو رمز المسيح، مش هو المسيح. طب امتى ظهرت بقى شخصيه ملك صادق؟ تعالوا كده بينا نراجع كده سفر التكوين عشان احكي لكم القصه، عشان ابتدي نقول ايه ليه كهنوت العهد الجديد اعظم بكتير من كهنوت العهد القديم. وكهنوت العهد القديم بالصليب اتلغى، وكهنوت العهد القديم كان رمز مش اكتر لكهنوت العهد الجديد، زي الذبيحه الدمويه لما كانت بس رمز للمسيح، وكانت رمز للذبيحه الايه؟ الغير دمويه. تعالوا كده نتكلم على بقى شخصيه ها ملك صادق في تكوين 14 من عدد 17 ل 21. بيقول ايه؟ بيقول فخرج ملك سدوم. فخرج ملك سدوم لاستقباله. الاستقبال بيتكلم عن استقبال مين؟ ابراهيم. ابراهيم كان جاي بيحاول ينقذ ابن اخوه، فدخل في حرب لان يعني ابن اخوه كان مخطوف، كانوا عايزين يعني يموتوه ياخدوا فلوسه و فابراهيم راح علشان يجيب ابن اخوه، فحاربهم وفاز عليهم. فخرج ملك سدوم وهو راجع ابراهيم، وزمان كان الحرب كان ممكن ياخدوا الغنائم، فكان اخذ الغنائم بتاعت الاعداء اللي هي قدر العوم. فيقول لك فخرج ملك سدوم لاستقباله. حاجه فجاه كده حصلت وهو معدي على بلد اسمها سليم او اورشليم، اللي هي بلد ايه؟ الملك العظيم. فهو كده معدي ابراهيم لقى ايه؟ حاجه خرجاله كده، حاجه وراجل كده عظيم قوي اللي هو ايه؟ رئيس المدينه دي. فخرج ملك سدوم لاستقباله، لاستقبال ابراهيم يعني، بعد رجوعه من قصر كدر العمر. والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملك صادق ملك سليم او شليم، السين والشين في الارميه نفس الحرف، مش مشكله، ممكن نقراها سين وشين، سليم او شليم، زي شالوم اللي هو سلام يعني. وملك صادق ملك شليم او سليم، شوفوا بقى عمل ايه؟ وملك صدق اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، كان ملك وكان ايه؟ كاهن. وباركه، مين بارك مين؟ ها؟ ملك صادق بارك مين؟ ابراهيم. وقال مبارك ابراهام من الله العلي
مالك السماوات والارض وبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك. يعني مش انت اللي كسبت كده، ده بين ربنا هو اللي خلاك تفوز. فاعطاه ها بعد ما ملك صادق باركهم. انا بحكي لكم عشان تفهموا. بعد ما ملك صادق باركهم ابراهيم كده حصل حاجه غريبه جدا احنا ما كناش فاهمينها. يعني لما يجي اسال واحد ايه ده، انا مش فاهم ده حقيقه بصراحه، مش فاهم، فاهم القصه اللي مش فاهم معناها. راح ابراهيم عمل ايه؟ اعطاه عشرا من كل شيء. الخرفان ادى العشر، الفلوس ادى العشر، الناس ادى، كل حاجه اخذها من اعدائه ادى منها ايه؟ عشر. وقال ملك سدوم لابراهيم اعطني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. ما قالوش انا اديني النفوس بس، خلي بالك اداله ايه؟ النفوس بس. فقال ابراهيم لملك سدوم رفعت يدي الى الرب الاله العلي ملك السماء والارض لاخذن اخيطا ولا شراكا معك ولا من كل ما هو لك، فلا تقول اني اغنيت ابراهيم، ليس لي غير الذي اكله الغلمان ومناصيب الرجال الذين ذهبوا معي. انا مش شايف. واشكول معي عاير واشكول ومرا وهما ياخذوا اصدقائي هم البلاد اللي هو جاي منها. قبل دي على فكره انا ما قلتش بس جزء كله عشان الوقت، قبل دي ابراهيم سجد لملك ايه؟ سليم. طب ده لغز، ليه لغز؟ السؤال ازاي ابراهيم يقدم لانسان حتى لو كان ملك بلد عشر الحاجه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ازاي سليم ابراهيم يسجد لملك سليم؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، ازاي يقدم له العشر؟ رقم اربعه، ازاي ملك سليم يقدم له خبز وخمر؟ هو مبسوط انه فاز يقدم له ذبيحه ايه؟ دمويه. ده في العهد القديم، نظام العهد القديم. رقم خمسه، ازاي ملك صادق يبارك ابراهيم؟ قلت له يا ابونا طب ايه المشكله؟ قال لك لا في مشكله. لان اعظم شخصيه في العهد القديم هو مين؟ ابراهيم. اعظم شخصيه في العهد القديم هو ابراهيم. العهد القديم كله ومجيء المسيح كله متركب على شخصيه مين؟ ابراهيم. ليه؟ لان ابراهيم ربنا اختاره من ارض وغربه وجابه وحافظ على شعبه علشان يجي منه مين؟ المسيح. فازاي ابراهيم ابو الاباء، واليهود عارفين ابراهيم ابو الاباء وهو اصل الشعب، ويعمل كده مع واحد من شعب؟ طب ايه الفكره دي؟ لو جبت واحد يهودي وسالته في الموضوع ده مش هيقدر، مش هديك اجابه. لكن مين اللي ادانا اجابه؟ بولس الرسول في العبرانيين لما كان بيتكلم على الكهنوت، هو اللي جاوب لنا على الايه؟ على اللغز ده. الحاجه العجيبه وايضا اللغز ان ملك صادق ظهر في الاصحاح 14 لما ابراهيم كان راجع، ظهر فجاه وايه؟ واختفى فجأة. ما حدش قال لنا مين أبوه ومين أمه. مين أبوه ومين أمه؟ ما حدش قال لنا. ما حدش قال لنا إزاي إن هو كاهن وإبراهيم كان رئيس الكهنة في العهد القديم. قلت له يا أبونا بس خلي بالك. واحد كده زي هام شاطر بعدين. قال له بس هو كان فيه لسه كهنة. الكهنوت ده ظهر امتى؟ بعد ما في اللوي، بعد ما خرجوا من ايه؟ من ارض مصر. هقول لك لا، ما كانش في كهنوت بالمعنى الفعلي، لكن في كهنوت بالمعنى الرمزي في صلب ابراهيم. عشان بحاول اختار كلمات سهله، يعني ايه؟ يعني ابراهيم ده ابو مين؟ ابو كل الاباء اللي بعد ابراهيم. ابو لاوي. واول ما ظهر لاوي سبط لاوي خرج منه ايه؟ الكهنوت. واول كان مين؟ هارون. خرجوا من صلب مين؟ ابراهيم. يبقى ده ابو الايه؟ ابو الكهنوت. طب ازاي ابو الكهنوت يسجد لملك صادق؟ ازاي ابو الكهنوت يقدم العشور لملك صادق؟
ازاي ملك صادق وهو من لا بدايه له ولا نسب ولا نهايه ولا اي حاجه خالص يبارك ابراهيم. يبقى دي كلها اسئله تعالوا بقى نجاوب عليها بقى من جزء اللي قريناه من العبرانيين. اول حاجه القديس بولس يقول ايه؟ قسم له ابراهيم عشر كل شيء. ليه احنا بنقول كهنوت العهد الجديد اعظم؟ اهو ده جاي في ال في المحاضرات دي. ليه داود قال اقسم الرب ولم يندم انك انت الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق؟ طب اشمعنى ملكي صادق؟ بقول له اسال واحد يهودي في الحته دي. اشمعنى ملكي صادق؟ ملكي صادق ده اللي هو ظهر مع ابراهيم وما جابش سيرته تاني خالص في العهد القديم خالص غير داود لما قال اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن الى الابد. طب هو ملكي صادق ده قالوا له ان هو كان كاهن؟ ابدا. قالوا له ان هو كان هي الحته دي بس اللي جت في الكتاب المقدس. علشان كده القديس بولس طبعا بالروح القدس لما شاف ابراهيم عمل ايه ملك صادق وملك صادق عمل ايه ابراهيم قال لك بس. يبقى ده رمز للكهنوت الايه؟ العهد الجديد كهنوت المسيح. يبقى اذا ملك صادق رمز للمسيح في كهنوته ان هو الى الابد لان كهنوت المسيح حاشا ومش ممكن ونوي ان هو ايه؟ يتشال او ينتزع. حتى في السماء. تعالوا كده نقول ايه؟ اول حاجه قسم له ابراهيم عشر كل شيء. يقول ايه؟ قديس بولس في عبرانيين 7:7 ايه؟ وبدون مشاجره الاصغر يبارك من الايه؟ الاكبر. خلي بالكم. ده كان طقس العهد القديم. تملي الصغير ياخد البركه منين؟ من الكبير. ومن الاول كده الكبير هو البكر هو اللي ياخد البركه كلها. طبعا ده حصل فيه استثناءات كتيره. كان تملي الاصغر هو اللي ياخدها علشان يفهمنا الكتاب المقدس ان المسيح الاصغر هو اللي هيبارك ادم الاكبر. فقايين وهابيل ويعقوب وعيسو خد عندك في افرايم ومنسى وخد عندك كل العهد القديم. كانت المفروض القاعده تقول ان الاكبر التملي بيحصل العكس. لكن في هنا القاعده الثابته ان الاكبر بيبارك الاصغر. طب لما يبقى ابراهيم وملك صادق وملك صادق بارك ابراهيم يبقى هنا واضحه لاي انسان حتى لو بعد الشر يعني ما بيشوفش اعمى كده نقول له ده ملك صادق بارك ابراهيم. يبقى مين الاكبر ومين الاصغر؟ يبقى ملك صادق اعظم ولا ابراهيم اعظم؟ حاشا. ده مش انا اللي واحد يقول لا ابراهيم. طب ليه ازاي ابراهيم؟ طب لو ابراهيم اعظم كان ابراهيم يبارك ملك صادق. لكن ليه ملك صادق اعظم؟ لان ملك صادق رمز المسيح في كهنوته والمسيح اعظم من ابراهيم طبعا لان المسيح هو رمز الكهنوت في العهد الجديد. يبقى دي اول حاجه. خلي بالك هنا الكهنوت ابراهيم هو كهنوت سبط لاوي لكن ملك صادق كهنوت ايه؟ المسيح. افتكروا دي كويس قوي. لما نيجي على اصحاح 14 احط تحت 100 خط تحت ملك صادق. ملك صادق هو كهنوت المسيح العهد الجديد هو الكهنوت اللي انا شايفه. عشان كده كهنوت العهد الجديد هو اعظم. ده منذ بدايه ابراهيم الكتاب المقدس بيقول لنا ان كهنوت العهد الجديد اعظم بكتير من كهنوت العهد القديم طبعا. لان الذبيحه بتاعت العهد الجديد هي ذبيحه ايه؟ حقيقيه. يبقى الكهنوت اللي ماسك الذبيحه دي كهنوت ايه؟ حقيقي. لكن كهنوت العهد القديم وذبيحه العهد القديم كان فيه رمز شكل تمثال حاجه كده زي ما نقول مثلا عايز ارسم واحد فارسم له صوره لكن مش هو ده صورته. اول ما يجي يقول اه يا اخي الصوره غير خالص الحقيقه اجمل بكتير مفيش جاب لجاب. يبقى احنا رقم واحد كهنوت المسيح اعظم من كهنوت لاوي عرفناها من العهد القديم وشرحها لنا بولس الرسول. رقم اثنين بولس الرسول قال ايه؟ ملك صادق هذا كان ملك البر وملك الايه؟ السلام. طب ليه ملك البر وملك السلام؟ وش معنى اورشليم؟ لان صادق صادوق صادوق يعني بر ريشس صادق واحد اسمه صادق ها صادق ممكن دي اسمه صادق على فكره صادق دي يعني بر فاسمه يعني بر وهو ملك السلام. طب دي على مين؟ على المسيح.
لان لما اخطانا احنا لما انا اخطا حطينا في ثلاث مشاكل ممكن نقطهم قبل كده كان لازم يتحلوا ثلاث مشاكل لو فيهم مشكله ما تتحلش يبقى فيش خلاص اول مشكله ايه ان لما ادم اخطا اثار غضب الله الله غضب طبعا لان هو الله وده ابنه قال له حاجه ما عملهاش طبعا الله غضب غضب تاني حاجه صورتنا اتغيرت يعني اصبحنا ايه عريانين لازم نتكسي تالت حاجه ودي بقى بتاعت بكره التجربه دخلنا تحت عبوديه ايه ابليس علشان كده اللي كان لازم يجي يصلح لازم يصلح الفساد ولازم يصالحنا مع ربنا عشان ما يغضبش ربنا علينا طب يبقى لازم ايه من ضمن صفاته لازم يكون كلي البر ولازم يكون كلي السلام عشان يعمل ايه المصالحه فعلشان كده كهنوت العهد الجديد جايبينه من المسيح كلي البر وكلي السلام عشان كده ملك صادق لما نقول ملكي ملك ملك يعني صادق اسمه بر اسمه حتى اسمه رمز المسيح نعته او وظيفته ملك ايه اورشليم هي ملك السلام يبقى رقم اثنين ملك البر ملك السلام طب تعالوا كده نشوف برضو يقول لك ايه البر والسلام التقيا على خشب الصليب المسيح في مزمور يقول ايه الرحمه والحق التقيا والبر والسلام ده ايه تلاءما فما او تلاءما يعني ايه الرحمه والحق الحق ان لازم واحد يموت لازم العالم يموت لازم البني ادم يموت بس مين البني ادم اللي هيموت لازم يكون يوصل لربنا ان انا بلا خطيه فانا اقدر انا ما عملتش الخطيه دي فانا اقدر اقدم ها توبه على الناس دي كلها دي ايه ده الحق لازم واحد الرحمه ان ربنا قال خلاص ماشي قبلت قبلت البر والسلام تلائمة البر لازم يكون واحد بر ولازم يكون عنده سلام مع الشخص اللي انا اتخاصمت معاه نقولها بمثل بعد الشهر يعني انا زعلان مع يوهنس ما ينفعش اجيب ايهاب اللي زعلان مع يوهنس برضه اقول له يوهنس طب ايهاب يقول لي طب معلش سيبوا المخيط غلط في حقك معلش يا يوهنس سامحني يعني وانت جاي تقول لي ما انت غلطت فيا برضه انا عايز واحد ما يكونش غلط فيا طب نشوف بقى واحد ما غلطش في يوهنس مفيش ولا واحد فنضطر نجيب واحد ايه الوحيد اللي ما غلطش مع يوهنس طبعا ده رمز هو انسان ما يكونش غلط مين اللي ما غلطش؟ ما لقيناش ولا واحد على الارض مفيش ما ينفعش فجبنا واحد ربنا جاب واحد هو الحل للمشكله جاب ابنه كلمته علشان يفدي البشريه لان مفيش ولا واحد ما غلطش حق الله فالوحيد المسيح عشان كده بر وعشان كده في سلام مع الله المسيح هو الوحيد اللي فيه سلام مع الله هذا هو ابن الحبيب الذي به سوره ليه؟ لان فيه سلام فلما يجي واحد بقى من بره بره الكنيسه هنا مثلا يعني يقول مع قلتش في الأنسة طب خلاص أنا حقك علي عايز إيه علشان الناس دي تسامحها عايز دم هي دي الذبيحة طب خلاص فأول ما هو يبقى كل الناس دي الصالحة يعني هو واحد اللي هو مش بس هو اللي ما خلطش في حقه فعشان كده يقول لك الرحمة والحق والبر والسلام لازم يكون في بر واحد يكون مليان بر كامل بر بار ما فيهوش ولا عيب ها وكله قال إن هو المسيح بلا عيب حتى بالعرس الموت قال مش لاقي فيه اي عله هو قال كده مش هو كان صح كان خده اعمله في التعوذ ما كان لازم يتذبح فالبر والسلام تلاقى يقول ايضا في برضه ايه يقول ايه فاذا قد تبررنا بالايمان لو تبررنا لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح فاذا قد تبررنا بالايمان يعني تبررنا يعني ايه؟ يعني في انسان بار جه هو اللي شال الشيله واحنا عندنا الايمان ده ها فاحنا تبررنا بالمسيح يسوع. طيب رقم ثلاثه القديس بولس قال ايه؟ قال ايضا حاجه مهمه جدا. قال ان ملك صادق ده هو رمز للمسيح او شبه المسيح في ايه؟ بلا اب بلا ام. بلا نسب بلا بدايه ايام لا ولا نهايه حياه. اي انه كان مختلف عن كانت لو تقعد تقول يا ابونا بس ملك صادق يكون رمز الكاميرات ليه برضه لا بس اعظم من الكاميرات لا
لأن كل لأن كهنوت لاوي كان له بداية وله إيه؟ نهاية. كهنوت لاوي كهنوت العهد القديم، خلي بالك من الحتة دي، كان له نسب. يعني إيه له نسب؟ كل كهنوت لاوي من أول هارون لحد آخر كاهن، ها؟ رئيس الكهنة حنانيا، ها؟ كانوا من سبط مين؟ لاوي. ما ينفعش أبدا حد يجي من بره سبط لاوي. بما فيهم أيوه. ازاي شخصية عظيمة زي كده المقدس لما يجي ابراهيم وابراهيم هو اللي يسجد له وهو يبارك ابراهيم، الكتاب المقدس ما بيقولش عنه حاجه، مش من اول. دي شخصيه مهمه جدا، لكن ليه ما اتقالش؟ هو قاصد بالوحي انه يقول يا جماعه ده ظهر فجاه زي مين؟ زي المسيح. تمام. وبعدين ايه؟ صعد فجاه كده صعد. وبعدين بقى له الاب والام، هتقول لي كده، تعالى تعالى قول لي كده، مين اب المسيح على الارض؟ أمه جابت منه، بس مش من إيه؟ من غير زرع بشر. فنفس الحكاية بقى، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية بلا، مش يعني هو طبعا شخصية زي ما بيقول هو شخصية، شخصية موجود، لكن الشخصية دي ليه الكلام القدس ما ذكرش عنها حاجة؟ علشان تفهمنا إن دي رمز الكلام العهد الجديد، إن ده رمز الكلام الجديد هو إيه؟ عمره ما ينتهي. المسيح جه من سبط يهوذا مش من سبط لاوي. المسيح جه مش جاي من سبط لاوي، المسيح جه من سبط يهوذا، وهو كائن كاهن. المسيح ليس له بداية ولا نهاية، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. داود تنبأ وقال بعين النبوة، ها؟ عشان كده برضو في العبرانيين 5:6 برضو قالها دي، وضحها بولس الرسول وكتب عنها الإيه؟ وكما يقول في موضع آخر، أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صالح. يعني بولس برضه وضح المزمور بتاع داود النبي. قال هو داود وضحها في يوم وبتاع اخر. ليه؟ طب ما كان يقول، طب ما كان يمدح في كهنوت لاوي. ليه داود قال انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملك صادق؟ ما كان يمدح في كهنوت لاوي بالاولى، لان هو جاي من داود، كان من نسب اليهود. علشان كده يا اخواتي برضه نفس الحكايه. ها؟ قال له انت هو بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية ولا نهاية. أما كهنوت لاوي كان له بداية لاوي وله نهاية، زي ما قلت حضرتك أكثر من مرة في الصلب. أول ما قد قال قد أكمل، أول ما قال قد أكمل، قال لك منشق إيه؟ حجاب الهيكل إيه؟ من أسفل من أعلى إلى إيه؟ خلي من أعلى إلى إيه؟ إلى أسفل. يعني مش الإنسان هو اللي كسر، مش الشعب اليهودي هو اللي قال لك لا مش هنتبع الخرافات دي، او مش هنتبع، طبعا مش خرافات يعني، لا انا بقول اي حاجه، مش هنتبع الهيكل، لا ده من فوق ربنا، هو اللي لغى الكهنوت ده. وقبليه على طول فاكرين لما رئيس الكهنه عمل ايه قدام المسيح في المحاكمه؟ لا ها؟ ايوه شق هدوم. خلي بالك من حاجه مهمه، معروف في العهد القديم والعهد الجديد، اي كاهن بعد الشهر يعني يسيب الهيكل ويقلع ويمشي، دي مشكله، او يقلع هدومه، دي مشكله، ده الرمز شكله، فانت بتتعرى من كهنوتك، دي مشكله. فازاي هو عمل كده؟ لا هو عمل كده بالخطيه، لكن بقصد ان الروح القدس عشان يفهمنا ان كهنوت العهد القديم انتهى منذ محاكمه المسيح، وفي الفعل منذ ايه؟ الصليب، منذ قال قد اكمل. عشان كده الذبائح خلاص، مفيش ذبائح تتقدم. فهمتوا الفكره؟ ده الكهنوت ماشي صدق، ده الكهنوت اللي احنا النهارده بناخد منه الذبيحه الحقيقيه، لو كهنوت الى الابد، كهنوت اساسي منذ العهد القديم. وكان الناس بتقول هو كهنوت ملك صدق، طبعا الناس ما كانتش فاهمه، لكن بعد كده بولس الرسول فهمنا، المسيح جه فهمنا ان كهنوت العهد الجديد مختلف تماما، كهنوت رمزي، اما كهنوت العهد القديم فهو كهنوت ايه؟ كهنوت فعلي، كهنوت اساسي. زي الذبيحه، ذبيحه العهد القديم كانت ذبيحه رمزية، اما ذبيحه العهد الجديد فذبيحه ايه؟ حقيقيه. وطبعا اي حاجه بقى الاساس الذبيحه، اي حاجه بتتعمل فهي حاجه حقيقيه مش رمزيه. كان كهنوت رمزي، كان ذبيحه رمزيه، اللبس كان رمزي، وتبقى كل حاجه رمزيه. ربنا قادر انه يتملي متعنا بالعقيده بالاسرار لها كل مجد دائم الى الابد.
سؤال واي اسئله؟